دابا غباطيين اغلبيه غباط فيها ولاد سله. تيجي ولد سله تيجي عنده واحد من برا تيقول ليه فين جات البلاصه، هو تيتخلع ولا لا حيت هما تيتخلعوا من ولاد غباط، تيقول ليه سيف دوز من هنا تيتلفوا، اما ولاد غباط كاع ما تيتلفوا بنادم. الوقت وما تيتلفونا، تيكتبوا لنا البلايك بحال دابا الزنقه فيها المرابطين ومديرين لنا فيها مكه، وهي راه المرابطين. واش الرباط عمرو تيتلف؟ الرباط ديما واقع، ها باين الرباط. هما فيهم بليان شحال هاديهم. معروفة على الرباطين بأنهم هما تيتلف. فيهم قاعدة. بحالاش؟ حتى تسولي لابلاج فين كاين تيصيفطك الحسان. الرباطين ما تيتلفوش ولاد البلاد. البراني اللي جا سكن عندنا بزاف هنايا وما عارفش الرباط، تجي تسولو هو باغي يوريك وتيوريك بلاصة أخرى وما وراكش البلاصة المزيان. الرباطين ما بقاوش. نقارضوا الرباطين. نهائيا الرباطيين ما تيتلفوش اختي، الرباطيين حنا ولاد البلاد فهمتيني، الا سولتي شي واحد ولد البلاد قلتي ليه فين جات شي حاجه غيصيفطك فهمتيني، وكاين دابا جات تسولي شي واحد ماشي ولد البلاد فهمتيني، جاي من مكناس جاي من فاس جاي من شي بلاصه ما عارفش الرباط، هذاك تيبغي يبان فهمتي، تيبغي يبين راسه راه ولد البلاد وهادي تجي عندك شي واحد تيقول لك دابا بغيت مثلا طاكسي ديال باب شاله وتيصيفطك باب الحد، يعني باب الحد ما يمكنش يوصل كدير تضرب الدور، علاش عقليه ما عرف حداش رباطيين زعما. بالنسبه للناس ديال كازا هما اللي تيقولوا بان الرباطيين تيتلفوهم، وهذه ماشي فكره، لان الرباط تقريبا كامل ادارات فهمتيني، يعني فيه الادارات بزاف، فيه كوميساريات، فيه اوتيلات، فيه بزاف ديال المسائل، الا بغى بنادم يسول يستاشر الاغلبيه الطاكسيات او الناس مثلا ديال العمارات ولا كونسياجات هما اللي تكون عندهم فكره. تسول الرباطي تيقول لك واش انا هاد الزنقه فين جات، تيقول لك لهاد الجاويه راه جات لهاد الجهه، تعطي ديما الغلط. وليش؟ اختي ما نعرف واش اكسبري ولا ماشي اكسبري، ما فهمتش علاش. دابا الرباطين ماشي كلشي بحال حيت كلها بطريقته.